لا بس ستيل العاب القوه مش من الرياضات اللي الاهالي بيختاروها لاولادهم يعني، صح؟ طب معلش برضو عايزه ارجع للنقطه دي، مين اللي اختار لك؟ انت قلتي مش انت اللي اخترتي العاب القوه. هو هم شافوني كنت انا بلعب هاندبول في ميه، فهم شافوني فحبوا يجوا فاقتحوا على بابا، فبابا طبعا انا مش فاهمه فوداني. بس أني اكتر كنت بتحبي الهاندبول ولا العاب القوه؟ بصراحه انا بحبهم هما الاثنين. الاثنين. كنت حابه تكملي هاندبول ولا لا؟ صح صراحه. طيب.